الثروة الحيوانية في مصر في خطر، نفوق عدد كبير من الحيوانات. العجول دي بالنسبة للفلاح هي رأس ماله، هي ثروته، فلما بيشوفها بتموت قدامه. بالإضافة كمان هتسمعوا الحقيقة كلاما عجيبا من الأطباء نفسهم، بيقولوا يعني احنا مش عارفين نعالج ازاي وبإيه. معنى كده انه لم ننتبه إلى أنه في حمى قلاعية هتنتشر، هتأتي على الثروة الحيوانية. وكمان الأطباء بيقولوا إحنا لسه بنشتغل بالطريقة القديمة، والحمى القلاعية طورت نفسها، وبالتالي وسط عجز الأطباء وفشل الحكومة بتموت الثروة الحيوانية اللي هي رأس مال الفلاح أمام عينه. ما زالت الحمى القلاعية تحصد رؤوس الماشية في محافظة الدقهلية بعد ظهور حالات مصابة وانتشارها بين الماشية، الأمر الذي استدعى استغاثات أصحاب الماشية ونداءاتهم بسرعة إيجاد الحلول الجذرية لمحاصرة المرض، خاصة أنهم تكبدوا خسائر كبيرة وفقدوا رؤوس أموالهم جراء نفوق مواشيهم. قالوا حمى قلاعية، جينا نعالج الحمى القلاعية، قالوا في مرض تاني. ست بتحلب تحت الجاموسه وهي بتحلب بقعت ماتت، اعمل ايه؟ بيتي اتخرب، عوضنا على الله وحسبي الله ونعم الوكيل في الناس الظلمه دول. وده حضرتك زي ما انت شايف حضرتك الميه هنا اللي بنزل منها الزرع، موت وخراب ديار، بيتي اتخرب، ما عدناش عارفين نمشي، لا احنا عارفين نزرع ارضنا ولا عارفين نباري بهيمنا ولا عارفين نشوف شغلنا. يعني السنه ده نسبه الموت رهيبه. يعني بهيمه ب 30,000 جنيه ما قعدتش، وعلى اصحابها على 8,000 جنيه لسه. والله لسه ما دافع حقها. هي وابنها ماتوا. مات عندي ثلاثه. هم اللي حلت ومديون في تمنهم لحد دلوقتي. الجاموسه اللي فاضله عندنا العيال بتجري على سبع. كل سنه بتتحور المرض، بيتحور لابعد لاخطر. هم ماسكين على تحصين واحد، هم ماشيين بو من زمان. الاراضي دي كلها حضرتك بتشرب من المصرف اللي هي بترمي فيه البهايم والنوافح، سرطانات للناس. وتستمر نداءات الأهالي منذ بداية فصل الشتاء بضرورة تسيير قوافل طبية كفأة لجميع مراكز وقرى الدقهلية لتحصين الحيوانات ومحاصرة المرض قبل أن يلتهم الثروة الحيوانية. ومش أول سنة، مش أول سنة، كل سنة نفس النظام ده. في الشتاء عندنا بنتشائم من فصل الشتاء. الزريبة فاضية من اللي جاي، من الدور اللي جاي، ما خلاش أي حاجة عندنا. حتى يعني بعد ما كان كل ده كده فضل واحدة بس، وكنت يعني حتى املي فيها انها ربنا يعدها لي، ما برضه راحت رخ سبعه وماتوا مني. ما نهضناش حتى نعالجهم، حتى كل ما دكتور يجي ما يقول لا تذبحوها لا تبيعوه، ما ننهضش. ناس طفحت دم والمسؤولين سايبيننا خالص. والله عندي عائلين عايز اجوزهم، ما نلاقي جواز. نروح الوحده البطاريه ما حدش بيسال فينا، نروح اي اتجاه حكومه ما حدش بيسال فينا. لما بدنا خرب واني واولادي تحت رجليهم، مالناش اي مرسى غير البهايم دي. بنطلب من يعني اي مساعده للناس اللي هي انضرت ديت، بندي العلاج ويموت، لازم يكون مفتوح. نطلب الحكومه يشوفوا لنا اي تصريفه، اي تصريفه للبهايم اللي بتطيب بالضع دي، ولا لنا شغل ولا مشغل ولا بنقبض ابد. هم البهيمتين دول يعني كل واحد مات من عنده يجيب 50-60,000 جنيه بهايم السنه دي. طافحين الدم. جاموسه والله العظيم عجل معمول لي ب 17,000 جنيه بعته ب 300 جنيه. يضربونا بالنار يموتون قرح، يعني ما يموتون يجيبونا سامي يموتون احسن من اللي سابينا كده، ولا سالين فينا ولا ابيض ولا اسود. وبيتنا خور ما عندناش حاجه، والله والله ما عندها طرف عيش ناكل به. الدكتور حتى قال لي بص بقى احنا ما نعرفش حاجه عن اي حاجه، احنا بندعي عليها كده وهمي وخلاص. احنا لسه بنشتغل بالنظام القديم، تمام؟ الحاجات بتموت، بيجي يعمل تحصين حلقي للمنطقه وخلاص. طب انت خدت عينات يا فندم؟ عرفت سبب الموت المفاجئ ده؟ قلت لنا ايه؟ احنا شكلنا وحش بقى قدام الفلاحين، مش عارفين نعالج. عندي ست عيال وقاعدين. البهايم الله يعوض علينا يجعشهم، عندنا كتير خالص يا بنتي والله. راحوا منين؟ حرام والله حرام، الناس تاكل عيش واحنا نموت هنا. هياكلوا منين دول؟ هياكلوا منين؟ شوف رجلينا وشوف ايدينا وشوف عيشتنا. وبعدين الفلاح ده بياخد راس ماله، لا بيقبض ولا بياخد معاشاته ولا اي حاجه، راس ماله لا مؤاخذة البهايم والارض.
هنعكس مشاكل الناس في كل محافظات مصر، الثروة الحيوانية تحديدا. لا يمكن أبدا أن احنا نقبل المشهد اللي انتم شايفينه ده يا جماعة. يعني شوفوا مشهد نفوق الحيوانات ونفوق الثروة الحيوانية بتقع بتموت. يعني انتوا عارفين حتى، يعني انا اسف في التعب، البهايم دي اللي هي يعني انت بحالتها الجسمانية دي بالكتلة دي، لكن فجأة بتقع منهم وتموت، بيجوا بيحلبوها بتموت، وبتموت امام اعينهم. والطبيب اللي بيتكلم دلوقتي بيشكو بيقول احنا مش عارفين نعمل ايه. وكل فلاح حاطط فلوسه كلها في الثروة الحيوانية دي. طيب عشان نبقى ما تبقاش بس انه ده في محافظة واحدة، لا قلنا ناخد كمان محافظة، هي موجودة في كل محافظات مصر، في الغربية ايضا بتموت الثروة الحيوانية امام اعين الفلاحين. يطل كابوس الحمى القلاعية من جديد في عدد من المحافظات، ففي الغربية استفحلت العدوى بين الماشية التي باتت تسقط سريعة واحدة تلو الأخرى. مات في البلد السنة دي أكتر من 150 بهيمة. حصل عندنا 7 بهايم ماتوا، قلة تأثير من الدكاترة وقلة التحصين اللي هم بيجيبوه الناشي، وبيروح عشان نجيبهم عشان يجوا يحصنوا هنا في البلد، مفيش حد يحصن، وبسبب خسائرهم ديت كل يوم والتاني البهايم اللي عندنا تموت. المشكلة إن في يوم لقيت البهايم عدي تعبانة بيريلوا، فطبعا الوحدة ما حدش جه من الوحدة، جبت دكتور خارجي جالي 3 أيام خدمة، كان بياخد في اليوم 150 جنيه و200 جنيه. والاخر ماتت الجاموس وما حدش سال عني من ولا عارف ان طعم اصلا الباب ده ايه، ولا نعرف عنه حاجه. واحد قال له بهيمه ولا اتنين وبيجري وراها، ويجي اخر السنه يلاقيها تروح منه، يبقى خد ايه هو؟ تعبه كله راح على الارض. واروح اكل عيالي منين؟ ولا اولادي ما عندي 3-4 عيال اكلهم انا منين؟ خسائر فادحة يتكبدها الأهالي جراء نفوق المواشي في ظل عدم جدوى الأمصال واللقاحات. لا شفت في دكاترة طالعة تروح الوحدات، ما فيش خدمات، اقول لك ده في علاج وتاخد العلاج وتدي، وما فيش فايده اصلا من العلاج اللي هم بيدوه. طب فين الدكاتره اللي موجوده؟ بلد كلها البهاب عندها تعبانه ومش عارفين نروح في حته ولا نيجي فين ولا نعمل ايه. احنا ما عندناش وحده بطاريه، الوحده البطاريه في بلد اسمها سمول جنبنا فيها دكتور واحد، وعشان اروح له يجيني هنا لا لازم اروح له هناك، واما اروح له هناك ما بيعالجش من الوحده، بيطلع من شنطه العربيه ويحاسب ان كانت الحاجه ب 100 يبقى تبقى ب 200. دلوقتي الحمى الخلاعيه موجوده كنسى البلد نهائي. ليه الجماعه بتوعي بيقول عندك عجل مريل؟ لا مؤاخذه، جيت متصل بالدكتور، تعال يا دكتور شوف العجل مريل، جه مديني علاج، قعد العلاج يومين اثنين، وبعد ما خد العلاج العجل يومين اثنين صباح تلاته فرسان في سريب. عايزه داوي تعب الناس ما يروحش هذا، يعني عجل كان يعمل له 20 وعجل يعمل له 10، حاجه يعني حرام. ما فيش، عايزين دواء، عايزين وحده بيطريه عندنا عشان تروح تجيب الدكتور. دلوقتي الدكتور اقل حاجه اقل طلعه يطلعها معاك 500 جنيه، والعلاج حكومه ويبيعوا لك هو بران، ازاي ده؟ احنا ما نعرفش، احنا بنطلب وحده بيطريه في البلد هنا. ولعل ما يزيد الامر سوءا الاهمال وتجاهل المشكله وعدم التخلص الامن من المواشي النافقه، فيضطر المزارعون لالقائها في المصارف والترع، مما يزيد من حجم انتشار المرض. البهائم اللي بنموت عندنا احنا بنرميها مثلا في بحر كبير ماشي، ما هو ما فيش حد بيسال عليها وهي عايشه وتعبانه، هيجوا يسالوا عليها وهي ميته يا باشا. بيجوا يرموها هنا على المصرف كده، وناس تيجي سلاخين يسلخوها، ولو مؤاخذه الكلاب تنزل براسيم عندنا هنا مبهدلين. بيجوا والله بتوع المحله بيجوا يسلخوهم وياخدوهم يبيعوهم للخلقه تاكل، والعالم اهو اللي بياخد كباب، لا اللي بياخد كفته، لا اللي بياخد لحمه مفرومه. الكلاب ما بتاكل، ما بتخش بتنزل على الزراعه تبوظ، يرقدوا يرتاحوا وينزلوا ياكلوا تاني، يتمرغوا خساره في الزراعه من هنا ومن هنا. بيستغلها طبعا تجار الجلود ويجوا يسلخوها وياخدوا الجلد، وهي موبوءه اصلا، يعني حالات موبوءه، وممكن لو ميتها لسه اليوم او النهارده ممكن ياخدوا لحمتها كمان ويبيعوها، يدخلوها كفته او يدخلوها زي ما هم عايزين يدخلوها.